السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أخباركم إيه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة من مطبخ شريح هنعمل مخلل الجزر وسر القرمشة الفظيعة بتاعته. وخلونا سريعا نبدأ الوصفة بتاعتنا. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. طبعا كلنا عارفين ان مخلل الجزر ده احنا ما بنستغناش عنه في البيت، وكل واحد طبعا ويذوقه في المخللات ده. طبعا اي مخلل ما بنستغناش عنه في رمضان. فهقول لكم النهارده طريقه مخلل الجزر كده بطريقه سهله قوي، ومش هتحتاج معاكو اي مقادير زياده من بره البيت. اول حاجه معانا الجزر، غسلينه طبعا كويس جدا ونشفته. هبدا ان انا اقطع الحته اللي من فوق ومن تحت، وبعد كده هقشر الطبقه الخارجيه اللي من بره. طبعا احنا بنشيل الطبقه الخارجيه اللي من بره دي علشان يبقى الشكل بتاعه حلو، لان القشره اللي من بره بتغمق بسرعه في محلول الملح اللي احنا بنعمله للمخلل. بعد كده خلاص برضو غسلته تاني وشطفته من القشره اللي من بره اي بقايا عليها. هنجيب بقى السكينه بتاعه المخللات دي، ولو مش متوفره عادي ممكن تقطعي بالسكينه العاديه. انا هقطعه على شكل كده صوابع اللي احنا بنجيبها من بره، وكمان هقطعه على شكل دوائر يعني كده وكده الاثنين، انا بحبه كده وكده. هنقطعه طبعا، الصوابع بتاعتنا ما تكونش رفيعه، الصوابع بتاعتنا تكون سميكه شويه علشان تستحمل ان هي تقعد معانا في البرطمان شويه حلوين. بعد كده هنحضر المحلول الملح بتاعنا. الميه هنا انا غلياها وسبتها تبرد تماما، وهستخدم هنا 600 ملي من الميه. هنحط عليهم 3 معالق كبار من الملح مليانين، وهنحط كمان سر القرمشه بقى هنا معلقه السكر، دي هتدي توازن ممتاز ما بين الملح والخل. هنحط كمان 4 معالق من الخل، وبس كده نقلبهم كلهم مع بعض لحد ما كل حاجة تختفي في المية. لو هنستخدم لتر من المية هنحط 5 معالق من الملح، ومعلقة كمان كبيرة من السكر، وربع كوباية من الخل. وهكتب لكم برضو تحت ده في صندوق الوصف بإذن الله. حط كده شوية بركة بقى، شوية حبة البركة دي بتدي طعم ممتاز قوي، مبتغيرش لون الجزر، لا بالعكس خالص، هي بتدي طعم ممتاز جدا، وريحة المخلل ذات نفسه بتبقى تحفة قوي. كمان معينا ليمونة كده متقطعة صغير، وثلاث او اربع فصوص من التوم، والتوم هنا هيبقى ممتاز جدا برضو معاه، وورق اللوري بيدي ريحة حلوة قوي، وقرن فلفل مقطعه كده بالمنظر ده عشان انا بحب المخلل الجزر بيبقى مشطشط شويه. البرطمان اللي انا مستخدماه هنا انا غالياه كويس جدا في ميه على النار، وسبته بقى ينشف خالص عشان نقتل اي بكتيريا فيه، وبننشفه كويس قبل ما بنحط فيه الجزر. بعد كده نحط بقى الجزر، وهنبدا بقى نرص هنا الورق بقى اللوري والليمون والفلفل الاحمر، ونبدا تاني نكمل باقي العمليه دي لحد ما نملى البرطمان كله. البرطمان اللي انا مستخدماه ده برطمان الورق العنب، فانا ما بحبش ان انا ارمي اي برطمانات ازاز لحد ما استفيد منها، لو مش هستفيد منها بتخلص منها على طول. وبعد ما رصينا نص البرطمان التاني هنحط برضو باقي التوم، وهنحط الليمون والفلفل الاحمر، ممكن تستغنوا عنه لو مش بتحبوا المخلل بتاعكم مشطشط. وبعد كده هنحط بقى المحلول الملح بتاعنا. وفي المرحلة دي بقى هنصب المحلول الملح اللي احنا عملناه مع بعض دلوقتي، وبعد كده هنقفل الغطا وهنديله رجة كده من فوق لتحت علشان كل المية تتوزع، عشان نشوف لو عايزين نحط مية تاني او لا. وبعد كده اخر حاجة هنا علشان يكون المخلل جاهز معنا، هنحط طبقة من الزيت، والزيت هنا بيمنع ان يتكون اي ريم من فوق او اي حاجة او اي بكتيريا، وفي نفس الوقت بيدي للمخلل اللمعة كده واحنا جايين نطلعه فظيعة. فالتكاية بتاعت الزيت دي مهمة قوي. كده خلاص فاضل اخر حاجه ان احنا نكبس بيها بقى المخلل اللي تحت علشان ما يطلعش لفوق، يا اما تقلبه البرطمان. دي كانت عندي زي ما قلت لكم ده برطمان لورق العنب، فدي كانت عندي برضو بستخدمها برضو ان انا اكبس بيها المخلل بالمنظر ده. وهنغطي بورق النايلون ده بتاع التلاجه او اكياس التلاجه، وبنقفل كويس جدا الغطا، وبنسيبه اقل حاجه من 4 لـ 5 ايام، ودي اقل مده علشان يتعمل معانا المخلل بطريقه ممتازه. لو مش متواجدة الحتة اللي هي بتاعت الورق العنب دي هنقلبه من فوق لتحت، يعني نخلي الغطاء بتاع البرطمان ده يبقى لتحت على الرخامة، ونحطه في مكان عادي خالص في المطبخ من تحت او في التلاجة زي ما تحبوا. وكده كان شكله صدقوني والله، يعني يمكن بعد اسبوعين او اسبوع ونص، انا طبعا يعني استخدمته على طول،
مقولكوش يعني على الطعم، بس حبيت ان انا اسيبه كمان شوية. بس انا حبيت طبعا ان اوريلكم النتيجه بعدها بشويه حلوين، يعني مش بعد 4 أو 5 أيام، دي اقل حاجه. وكده كده بتحتفظوا بالبرطمان في التلاجة ما بيحصلوش اي حاجه. بصوا بقى اللمعه اللي طالعه على المخلل، حبه البركه، وشكله كده مع الفلفل خطير. يعني الفلفل هنا القرن ده مش حراق قوي على فكره، مش مدي يعني الطعم الحراق ده ولا اي حاجه. بصوا القرمشه بتاعته رهيبه، ولا مكسر ولا اي حاجه. انا هسيبكم تسمعوا القرمشه وتحكموا بنفسكم. اعتقد كده ان التجربه خير دليل، وانك تقومي على طول دلوقتي تعمليه بعد ما تشوفي الفيديو ده على طول. لو عندك جزر قومي اعمليه دلوقتي، لان كل حاجه متوفره في البيت ومش هتحتاج انك تجيبي اي حاجه من بره. ونكون كده وصلنا لاخر الفيديو بتاعنا. لو استفدتوا من الفيديو ما تنسوش تعملوا لي لايك وشير وسبسكرايب للقناه وتفعيل زر الجرس علشان يوصلكوا اشعار بكل جديد. وكمان اكتبوا لي رايكم في الكومنتات، ولو عايزيني اعمل معاكم اي وصفه منفصله اكتبوا لي في الكومنتات بعملها معاكم في فيديو منفصل. اسيبكم في رعايه الله وحفظه، واشوفكم الفيديو القادم على خير باذن الله. والسلام عليكم ورحمه الله.